الا حسيتي براسك غادي في المجهول غير سير فيه. الا ما عندك حتى شي مخطط كاع ما عارفش راسك شنو غادي دير غير سير في داك المجهول صافي. دابا ما كاين لاش الله يجعل البركه. المره الاولى جا في الله، الثانيه الثالثه ما كاين لاش نعاودو. لا تقلب الصفحه حتى تقرا السطر الاخير. الناس ما كيصبروش على السطر الاخير. بعد مرات الله الرزق ديالك مكتبو لك في واحد محاوله معينه. كان ولا زال وعاد من جديد. منذ تقريبا سنه لم اسجل شيئا على هذه المنصه. هذه المره بغيت نشارك معكم مقتبسات صغار تقدر تغير لبعض الناس التصور ديالهم على المستقبل والغامض او الطريق اللي غاديين فيها، تحسوا بها ما مخرجاهمش. وبما ان مواضيعي فهي مهمه الطلبه والتلاميذ، فكاين منهم تبارك الله اللي تيكون عنده سند وتيكون عنده دعم، تيكون عنده موجه بحال مثلا عائلته ولا خوته ولا صحابو، تيوريوه فين خصو يقرا وشنو خصو يدير وشنو الحوايج اللي خصو يوجد باش ان شاء الله ملي ياخذ البكالوريا ديالو يعرف شنو يدير وفين يمشي بها وفين يدفع. كذلك خاص يجمع السجل ديالو باش من بعد ملي يبغي يدفع ان شاء الله لاي معهد او مدرسه او اي مكان يكون ما بين المترشحين الاقوياء. وهذا الشيء غادي يخلي انه يكمل داك الشيء اللي كان مخطط ليه من قبل ومبرمج ليه، وغادي يمشي وهو مرتاح في الطريق ديالو. اللي جاب الباك نقطة مزيانة وشفعات لي انه يمشي ويتبع داك الشيء اللي كان تيفكر ليه من قبل ومخطط ليه. الله يعاونو الله يوفقو، وكنتمنوا ليه السداد. الموضوع ديالي ماشي هو نهضر على هاد الناس حيت هادو ما كيتسموش إشكالية، هادو ديجا راهم غاديين الله يوفقهم، ولكن نهضر على الأغلبية الساحقة اللي غاديين يمشيو سوا لافاك ولا الليسكية ولا مراكز التكوين عامة. وبأخص الناس اللي غاديين يديروا شي حاجة من هادو ولكن ما مقتنعينش بها، ما عارفين شنو غاديين يديروا بها من بعد. بحال قلتي غير باش يعمروا وقتهم باش يتسناو راه أنهم باقيين تيقراو وغاديين مستمرين. حيت كاين الناس اللي غاديين يديروا لافاك وجاب 14 أو غير 10 مثلا كاع، ولكن عنده واحد الفيزيون غادي يدخل لافاك غادي يحاول أنه يتقاتل في ديك العامين الأولى ياخذ باك بليس دو ديالو وغادي يمشي يتبع بعض المدارس أو معاهد، ولا يشد حتى الإجازة باك بليس 3 ويدير بها شي ماستر واعر سوا في المغرب ولا يمشي حتى برا كاع يقدم على شي منحة ولا اللي مخطط لشي حاجة الله يسهل عليه. في الأخير راك ما غاتمشي غير كتب لك الله، غير هو أنت جاهد وكافح ودير اللي عليك واستمر، ربي غادي يوصلك إن شاء الله لداك الشيء اللي باغي، ولا غادي يوصلك لحاجة واحدة أخرى ولكن غادي تكون راضي على راسك إن شاء الله. أراسيلي إلا ما كان عندك حتى شي مخطط، ما عندك حتى شي برنامج، فدل الاختيارات أصلا اللي عندك ضيقة محدودة ما عندكش فيه، شنو كتسمى فاشل؟ ما عندكش قيمة في المجتمع؟ نتمنى لو انك ما كاينش. استغفر الله استغفر مولاه. اولا خاصك تقبل راسك. انا فلان بن فلان عمري 18 سنه حاصل على شهاده البكالوريا بمعدل مقبول، قدر الله وما شاء فعل واحمد الله واشكره على جميع الحالات. علاش غادي تقول هكا؟ علاش؟ واش غير باش تبرد على راسك وتطفى؟ لا، ولكن باش دير حد مع الماضي ديالك، ما تبقاش تفكر فيه ولا يجيك ندم او اكتئاب. علاش انا هكا؟ علاش صاحبي مثلا ذكي انا كنحس براسي بليد كسول كندير مجهود كبير ما كنحصل على والو، علاش ما مشيتش لدراسه المهندسين بحال فلان ولا فلان؟ وتبدا في مقارنات اللي في اخر المطاف غير خاويه، ولا تكرك حتى في الهويه ديالك، ولا ربما تدخلك حتى في الشرك تولي تقول علاش ربي عطيتي فلان ما عطيتينيش انا. والله تفضل بعدنا على بعض في الرزق في بزاف الحوايج، حتى الا كنتي درتي مجهود كبير وتعبتي وما حصلتيش على داك الشيء اللي كتستحق، وفلان دار مجهود صغير وداز حيت هو اوتي من الذكاء، خاصك تعرف بان داك الشيء اللي درتي ما عمرك ما غادي تضيع فيه. والله لا يضيع اجر من احسن عملا، غادي تخلص فيه. الا ما تخلصتيش فيه دابا غادي تخلص فيه العام الجاي، الا ما كانش العام الجاي العام اللي من بعده ولا حتى العام اللي من بعده، ولكن خاصك تكون حامدا شاكرا، تكون من الحامدين والشاكرين. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وزيد خدم وكافح واستمر وثابر ما توقفش. انا دفعت في الاول لواحد المنحه وما جابش الله، ما جابش الله في الاول ومشاو الناس ومشاو صحابي وانا بقيت، شنو غادي ندير؟ نكره راسي؟ نوقف؟ لا ما خصنيش نوقف، خاصني نكمل، خاصني نعاود مره اخرى. وعاودنا المره الثانيه ومشاو الناس ومشاو صحابي، بقيت ما جابش الله، شنو
نوقف ولا نعاود مره واحده غادي نعاود. كتقولوا المره الثالثه ثابته نشوفوا واش ثابته. والله ديما كانت ثابته. عاودنا المره الثالثه وما جابش الله. مشاو الناس ومشاو اصحاب طيت صافي دابا ما كاينلاش. الله يجعل البركه. المره الاولى ما جابش الله، الثانيه الثالثه ما كاينلاش نعاودوا. لا تقلب الصفحه حتى تقرا السطر الاخير. الناس ما كيصبروش على السطر الاخير. بعد مرات الله الرزق ديالك مكتبو لك في واحد محاوله معينه ولكن انت حتى كتقرب ليها وكتوقف وكتزعل وكتضيق من رحمه الله سبحانه وتعالى. ومن بعد اكتشفت ان المره الرابعه كانت هي الوقت الافضل بالنسبه ليا، احسن من كون مشيت في الثالثه ولا الثانيه ولا حتى في الاولى. الا كتفكر انك باغي تعاود تفعل شي حاجه دفعتي المره الاولى وما جابش الله مثلا وكتشوف انك غادي غير تضيع عمرك، غادي نعاود العام الجاي وصحابي غادي يكونوا فاتوني الا ما نعاودش. شوف القرار خاصك تاخذو، راه الدنيا هكا دايره، راه ماشي كلنا غادي نتقبلوا من الاول ماشي كلنا غادي نتقبلوا من الثاني. كل وفي مكتب لي الله في الوقت اللي غادي نمشي فيه، ولا مشى في الاول ما كيعنيش انه احسن منك انت لا تجي في الثاني. ونفس الشيء الا حسيتي براسك غادي في المجهول غير سير فيه. الا ما عندك حتى شي مخطط كاع ما عارفش راسك شنو غادي دير غير سير في داك المجهول. بعد المرات داك المجهول هو اللي غادي تكتشف فيه راسك ولا غادي تتعلم منه. واخا ما عندكش مخطط، ماشي الناس اللي عندهم مخطط وعندهم برنامج وعارفين شنو غادي يديروا هما اللي غادي يتحركوا هما اللي غادي يمشيو وتحس براسك غادي غير في الظلمه. ما تخافش غير سير فيها، ولكن خصك جوج ديال الحوايج. اولا ما يكونش عندك الخوف، الخوف ما خصوش يكون عندك، خاصك تحس بانك ما غادي تخسر والو. ثانيا خاص يكون عندك الاستعداد التام انك تواجه اي حاجه، اي حاجه غادي تواجهها. خدم وتقاتل وبحث، ولا كنتي بغيتي تعاود تفعل واحد الحاجه وخفتي انك غادي تضيع عام ولا غادي تضيع عامين، ما تفكرش التفكير هذا، تفكير خاطئ جدا. عاود تفعل عليها، ولا بغيتي كاع تمشي تكمل في لافاك ولا في ليستيا حتى هما راه كاين الناس اللي كيديروا منهم. ما تخافش ربي ما غاديش يضيعك ان شاء الله. نكملوا في حلقات اخرين. السلام عليكم.